السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مجددا في القناة ديالكم قناة تيما أو تيما تشانيل. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم أجواء الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي واللي كيكون في 4 يوليوز أي 4th of July. هو اليوم اللي خدت فيه أمريكا وثيقة الاستقلال من بريطانيا العظمى في 1776، يعني 243 سنة، أي ما يقارب قرنين و43 سنة. ما بقى والو يكملوا قرنين ونصف. وكيتعتبر 4 يوليوز يوم جد مميز، بالرغم من أنه يوم تاريخي، إلا أن أمريكا خدته كيوم عيد وعطلة وطنية كيتميز عن باقي الأعياد الأخرى باحتفالات كبرى على الصعيد الوطني تمتد تقريبا إلى ما يقارب الشهر، وذلك عن طريق إطلاق ألعاب نارية قمة في الإبداع، وفي المحلات ديال الأكل كيزينوا الناس الحلويات والدونات بألوان العلم الوطني الأزرق الأحمر والأبيض. وكذلك في المحلات ديال الأكل أغلبية ديال الناس كيلبسوا الملابس فيها ألوان ديال العلم الوطني. وبما أنه يوم عطلة فالناس كتخرج للنزهات، كيديروا في حفلات الشواء، كيطلقوا الألعاب النارية أمام البيوت ديالهم كتعبير عن الفرحة ديالهم بهذا اليوم المميز. هذا كان باختصار شديد عن عيد الاستقلال الأمريكي. أما هو الاستقلال كياخد مراحل بطبيعة الحال، ما غاديش يدوز في نهار واحد. المهم بدون إطالة غادي نخليكم مع الفيديو، وكنقول لكم ما تنساوش ديروا لينا سبسكرايب لايك وتخليوا لينا التعليقات وفرجة ممتعة. Concert's over. Mm-hmm. Yeah. I really do love it. Can we get farther away until I can see the light? I might be able to see my way.